تشاهدون الآن هذا نعناع، وهذا عدة أنواع من النعناع، يمكن 7 أو 8 أو 10 أنواع حتى. لو دخلنا من الداخل سوف نرى كل نوع من أنواع، لكن هذه 10 أنواع من النعناع. والرائحة عندما تمر بجانب النعناع إياك ثم إياك ألا تقف وتأخذ بيدك هكذا ثم تشم الرائحة. كل أنواع النباتات العطرية أنا أنصح أن نأخذ منها رائحة هكذا، لأنها فيها استمتاع وتنمية للحواس وفيها ذكر لله سبحانه وتعالى. فإياك أن تمر بجانب وردة تستطيع لمسها ولديها رائحة عطرية دون أن تشم هذه الرائحة، لأن الله خلقها من أجل أن تشمها. هذا هو كما تشاهدون اللافندل، وهو أيضا نبات عطري ويستخدم أحيانا في عند طبخ اللحوم. ولو نظرنا هنا، بما أنه هنا مطعم خلفنا، والمطعم هذا يستخدم هذه المواد التي يزرعها نفسها في طبخه، فعندما تأكل أكلة هنا في هذا المطعم فالتوابل الموضوعة فيها مقطوفة من الحديقة التي زرعوها بأنفسهم، لذلك اسم هذه الحديقة حديقة الأعشاب العطرية والتوابل.